مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من حلو الكلام مع منال. لكل اللي ما يعرفش قيمة تراب البلد دي، ننصحكم تتابعوا حلقتنا النهاردة، ومش بالكلام، لا بالفعل، وبشهادة من آخر بلاد الدنيا، من روسيا. شهادة في حق جمال بلدنا وجمال شعبها. معانا ضيفة من روسيا عشقت بلدنا وأهلها لدرجة إنها بقت مصرية الروح والهوى، وده أثر حتى على شغلها في تصميم الأزياء، لأن أزيائها دلوقتي بقت روحها مصرية وإسلامية كمان. خلونا نرحب بمصممة الأزياء الروسية فيرا، ده أول اسم. اسمها التاني بقى هنقوله سوا لأني معرفتش أحفظه أبدا. إزيك يا فيرا؟ الحمد لله. فيرا إيه بقى؟ فيرا زولوتاريفا. فيرا؟ فيرا. هنعلي صوتنا يا فيرا. أيوه؟ فيرا زولوتاريفا. إمتى بدأت علاقتك بمصر؟ وإمتى بدأت حياتك مع شريكك المصري؟ أنا نزلت مصر من 20 سنة. لأول مرة أنا جرب مصر من 20 سنة. أول مرة تيجي مصر من 20 سنة؟ من 20 سنة. أنا نزلت أول مرة زي سياحة، جرب مصر سياحة، وكل مرة انزل سياحة أنا عايزة أرجع في مصر تاني وتاني. يعني كل ما بتزوري مصر بترجعي روسيا بتبقي عايزة ترجعي مصر تاني؟ عايزة أرجع تاني وتاني في مصر. القلب أنا موجود في مصر، أنا مش قادرة أعيش من غير. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام. القلب في مصر ومش قادرة تعيش من غيره. يا حبيبة قلبي يا فيرا. وبعدين انا عايزه اتعلم لغه عشان اكلم مصريين. عايزه تعلمي عربي؟ انا عايزه اتعلم لغه انجليزي في الاول. صحيح، انجليزي. انا داخل في الكورسات انجليزي في روسيا، وتعلم مثلا 6 شهور تعلم لغه، ومدرسة بيقول انت محتاجه كلم واحد عارف لغه انجليزي، مثلا واحد من انجلترا. وانا عملت التجربه دي، كلم واحد من انجلترا، وهو كنت مش عايز كلم عشان لغه مش كفايه بتاع هو. انا اقول القصه دي للمدرسه، المدرسه بيقول لا، مشكله مش في اللغه، مشكله انت ما فيش اي حاجه بين انت وهو. انت لازم كلم واحد واحد انت كنت موجوده فيه، انتم لازم كلم على حاجات انتم عارفين مع بعض. ايوه، يكون في معرفه ما بينكم. أيوة. في حوارات ينفع تتكلموا فيها مع بعض وتمارسوا اللغه مع بعض فيها، صح كده؟ ايوه. جربي اتكلم مصري. اسهل. يعني بدل ما تتعلمي انجليزي تعلمي مصري. ايوه، هي يقول خلي بالك، اختاري واحد محترم كبير في السنين وعارف لغه انجليزي كويس. أيوة. واعملي تريننج مع هو. ايوه، ودي كنت اول تجربه انا اعمل التجربه دي مع جوزي. لا لا، وكانت التجربه يا جماعه. وبعدين اتعرفتي بيه؟ وبعدين احنا عارفين مع بعض. اتعرفتي بيه ازاي؟ يعني انا اقول احنا انا عايزه اتعلم لغه، وانا كنت موجوده في مصر وكلم مع بعض. وهو ايه في الاول كلام، هو اقول ممكن احنا نتجوز مع بعض. على طول خط الناس كده. وطبعا انا افكر دي حاجه فان، يعني اقول ممكن حاجه فان؟ فان، يعني انا افكر دي هو اضحك. يعني دي اول كلام مع بعض. عظيم. اتجوزتوا على طول؟ احنا نتكلم مع بعض كتير، احنا نتكلم تقريبا سنه مع بعض. وبعدين احنا يعني ميت، احنا او يعني شوف مع بعض. اوكي. وبعد ما اتجوزتي يا روح قلبي، فن. ايه رايك في الحياه الزوجيه في مصر؟ بصراحه يا فير. انا قبل الجواز انا كنت في مشكله، انا مش قادره اختار راجل اقوى من انا. مش لاقيه راجل اقوى منك. وكمان انا مش عايزه اعمل عيله راجل، انا مديره في العيله، انا مش عايزه دي. عايزه هو اللي يبقى المدير. انا عايزه هو مدير وانا رئيس الوزراء مثلا. ايوه، هو مسؤول عنك. أيوة. وانت تساعديه في الاداره. ايوه. وفي الكلام احنا كنت اتكلم في النت مع بعض، ان اشوف هو صلح مشاكل بالتري جامد، بالتري صح، بالتري سريع من انا.
يعني ايه؟ بالتريه التريري قال لي يعني هو صلح مشاكل، هو امسك مشاكل هو يبقى هو المسؤول. وصلح مشاكل انا، ايوه. ويعني ظبط خياه غير التريق انا فكر فيه. ولقيتيه بيعمل حاجات دي، لقيتيه قوي وهو المدير، ولقيتي ايوه. جوزك فيه الصفات دي؟ بس غير ده، غير هو مدير، احنا فكر بتري مع بعض، احنا فكر هو بتري مصري انا بتري روسي، بس في الاخر احنا مع بعض. ايه الفرق بين الطريقة المصري والروسي، او الجواز المصري والروسي؟ الجواز ولا الحياة الأسرية. التري روسي، المخ من المنتاليتي روسي، فكر اسهل، يعني في نقطة A وفي نقطة B، إذا أمشي بينهم. ايوه. وتري مصري، أنا لازم مين أعرف أنا أمشي من نقطة A لنقطة B، مين لازم موجود ومين لازم أعرف، يعني تري مصري هو ملون ملحق. ملون. يعني لازم كذا ناس عارفين، ويعني أكشن لازم موجود. في اكشن دايما، وطريق وتفاصيله كتير. الطريقه المصري أيوه يعني بنعمل كده شويه. أيوه صح صحيح. مش كده؟ انا بحاول نتكلم اشارات بقى. طب انت بقى يا فيرا، اتجوزتي من غير شبكه ومن غير مهر ولا قايمه ولا اي طلبات وشروط في الجواز؟ المساله دي كانت سهله بالنسبه لك؟ او انتوا عندكم في روسيا في شبكه ومهر وقايمه بتتكتب وكده، ولا مفيش الحاجات دي في روسيا؟ لا، مفيش حاجات دي، عشان كده كانت سهله بالنسبه عشان لك. كده سهله. وكمان في الاول ايام في مصر انا كنت مش فاهمه كل حاجه، صح، مش فاهمه كل حاجه، وحتى دلوقتي انا مش فاهمه كل حاجه ومش هتفهم يا فير، اوعدك. وكمان مثلا ايه، مثلا انا فاكر واحد ادي هديه، انا مش ممكن اسال هديه. بتفكري ايه؟ بتقولي ايه؟ يعني مثلا واحد عايز يدي هديه لانا، انا مش اسال على الهديه دي، هو لازم يدي هديه، وفي الاخر انا اشوف الهديه دي شكله ايه، الحب موجود قد ايه في الهديه دي فعلا. ده جوزك ولا اي حد؟ اي حد. احنا ناس روسي، احنا مش اسال على الهديه، ما بتطلبوش هديه مش يعني. اسال. انما لو الهديه جت ايوه تشوفوا جاب قيمتكو او يعني حبه قد ايه ولا لا. ايوه ممكن يكون بيحبك قوي يا فيرا، بس امكانياته الماديه ما تقدرش تجيب هديه قيمه ماديا لا. مثلا دي برضو باين الليفل، هو وليفل هديه برضو باين، يعني هديه دي قد ايه اللي هو. طيب الازياء، ايه اللي جذبك علشان تعملي او قررتي تعملي ازياء للمحجبات؟ انا بشتغل، انا بيعمل لبس محتشم ولبس مفعول. ايوه واضح طبعا من اللبس اللي انت لابساه ده، تصميمك انت. عظيم. كله لبس انا البس، انا اعمل، يعني انا مشتري لبس جاهز ابدا، يعني كله لبس انا اعمل لنفسي. لنفسك. وعملتي خط ازياء ليكي كمان لتعرضيه للناس مش كده؟ للجمهور. لا فعلا انت بتعملي ازياء انت ليكي انت بس. انا اشتغل مثلا ديزاينر بتاع الجسم، مش مظبوط بتاع الجسم، مش ستاندرد، ان ستاندرد. المليان شويه قصير يعني. بس انت محترفه في ده دلوقتي، يعني محترفه. أيوة. المهنه. طيب انت ليكي بوستات على الفيسبوك بتشكري في شهامه المصريين والجدعنه بتاعتهم، ان المصري ده شهم وجدع. ستات ورجاله كنت تقصدي ده؟ لمستي ده ازاي يا فيرا؟ في البرنامج صغير زي دي انا مش قادره اقول قد ايه انا بتخبي مصريين. لا واضح. وقد ايه المصريين طيبين، وقد ايه مصريين ناس عنده كرم كبير ما شاء الله. كل يوم كل يوم انا في حاجه، وانا اقول لجوزي كل يوم في حاجه، انا انزل في الشارع في حاجه، انا اقول بص المصريين اعمل ده واعمل ده، وكذا قصه مهمه انا اكتب في الصفحه في الفيسبوك. غير اتكلم في الموضه وفي الترندات وفي الشغل، انا اعمل انا اكلم على ناس مصريين. طيب احكي لنا موقف كده او موقفين رصدي فيهم شهامة المصريين يا فيرا. مثلا الاخر قصة، انا كنت روح في اسمه في الماسبيرو في التلفزيون ماسبيرو، وكنت جوا الساعة وبرد، وحتى انا مش سامع صوتي في الشارع، هو كنت جامدة جدا. وحصلت حادثة، الاجلة بايظة. اوكي. عجله بايظه، وانا جرب غير العجله في العربيه، ومفتاح كسر على طول.
ايوه المفتاح مكسور، وانا ايه انا في تري ما فيش اي واحد، والعجله بايظه واسمه مفتاح ما بايظ. ولا طول اتنين رجال جات وصلخ المشكله دي من غير يعني من غير كلام، حتى اتنين في نفس الوقت. ايوه انا كنت اللي كراينج في دي، عم بتعيط. انا كنت بعيط عشان انا مش اسالهم صلح مشكله دي، هم جم من غير انا عايزه. اتطوعوا من نفسهم وعرضوا عليكي يساعدوكي يصلحوا لك الكاوتش. بس دي حاجات عاديه قوي في مصر يا دي فيرو، مش عاديه. دي عندنا احنا عاديه جدا. صباح الخير، ايه العجله بايظه يلا نصلح. لا دي مش عاديه، وكمان مش هاديه ايه بعد كله خلص وانا قايسه الراجل صور معانا عشان انا بابليك فيجر وانا عايزه اصور مع واحد وعايزه اقول شكرا لهو. هو اقول انا اسف انا بعدي عمليه، انا لسه جت من عمليه، انا في البلاستر في يا البطن حياتي كمان كمان طالع من عملية. وهو كنت صحيح، هو كنت لون وش اصفر. انا عايزه اقول شكرا لهو، هو حقيقي راجل طيب قوي، عملت الحاجه دي. طب واقعة زي دي في روسيا، لو عجلتك نامت او بايظة وقفتي في الشارع، مفيش حد في روسيا يجي يساعدك؟ صعب قوي، ممكن استنى نص ساعه مينيموم عشان كل الناس مشغول، كل الناس ممكن ناس خايفين وممكن ناس مش عاوزين. مش عاوزين. مش عاوزين، مش مزاجك وحش. في الازياء اللي بتعمليها بتتعاملي ازاي مع انت بتعملي حريمي بس طبعا، الزبونه المصريه بتتعبك؟ لا بالعكس، زبونه مصريه هي اسهل. اسهل بجد؟ اسهل. يا بص، قال لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. هي فيرا حبانا وحابه الشهامه المصري وحابه الشخصيه المصريه، وشرفتينا يا فيرا بجد. انا مبسوطه بيكي. شكرا. ومبسوطه وفخوره انه يا رب ولادنا يشوفوا الحلقه دي، علشان انسانه زي فيرا روسيه حبت مصر وعشقت ترابها، وده يخلي ولادنا يتمسكوا ببلدهم اكتر ويمتنوا ان الحاجات العاديه التلقائيه اللي احنا بنعملها بشكل يومي قد ايه الاخر بيقدرها. شكرا مصممة الأزياء الروسية الجنسية والمصرية الهوى والهوية فيرا، نورتنا النهاردة. ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا. وصلنا لفقرة المطبخ، ودايما بنحب نقدم أكلات جديدة وسريعة وكمان مختلفة. والنهاردة هتكون معانا الشيف سارة الجندي اللي محضرة لنا حاجة حلوة هتعمل سينابون بس بشكل مختلف شوية، وكمان هتعمل لنا سلطة صحية جدا بمكونات بسيطة. ازيك يا سارة؟ ازيك، عاملة ايه؟ انتي عاملة منورة ايه؟ الدنيا. ده منورة بيك. حلو الكلام بقى، احلى كلام في المطبخ. ده احلى كلام، خصوصا انا مش بطبخ، اكل بس. هتعمل لنا ايه بقى؟ يعني هنعمل صحي الاول ونبوظه. ليه كده؟ علشان نرضي جميع الاذواق. طب اعملي الصح انا هشتغل فيه عشان ما بوظش. طيب هنعمل تبوله الكينوا او سلطه الكينوا. أيوة. صحيه. اوكي. هي سبانخ بيبي سبينش، اللي هي البيبي سبانخ. أيوة. او جرجير لو محدش هيحب السبانخ. انا بحبها جدا لانها مفيده جدا. ايوه هي. دي فيها كل الفيتامينز، لو حد عنده انيميا او تعبان او اي حاجه السلطه دي هتدي باور. يعني فيها بنجر كمان. بنجر ومشروم. أيوة. وفراوله وتفاح وعين جمل وشغل عالي. عالي جدا. انا ده اطباق السلطات المفضله بالنسبه لي. والدريسنج كمان تحفه. هنقول نبدا يعني نقول المقادير الاول. والمقادير. سبانخ اللي هي بيبي سبينش او جرجير، كينوا مسلوقه بتبقى لو كوبايه كينوا او ربع او نص كوبايه كينوا عليها دبل كميه ميه. ميه. تمام. ومسلوقه زي الرز عادي جدا، وبس بنغسلها الاول كويس قوي علشان بتبقى فيها مراره. وبتتبليها زي الرز ملح وفلفل وكده؟ بس زيت زيتون وملح بس. بس بسيط. اوكي. اوكي. وتفاح اخضر وعين جمل ومشروم فريش وزبيب وفراوله ومشروم تاني. ايوه. حاطين مشروم بقى ايه كتير. متوسطين. وبنجر مبشور بس فريش. تمام. والدريسنج زيت زيتون وثوم وليمون وكمان عسل بسيط عشان يكسر. انا بحب سويت اند ساور. وممكن دبس رمان لو حابين ونعناع فريش. دلوقتي هنحط السبانخ، ممكن تقطعوها بس انا بشوف فايدتها طبعا. في طبعا نظيفه، انا موسوسه قوي. لا وانا كمان ارجوك. اوسي دي. ايوه اوسي دي. وفي الفتره بالزبط. دي انا قلت اخترت السلطه دي لان هي احنا عايزين نعلي المناعه بتاعتنا جدا. في الفتره دي غسلوها ولا لا؟ مغسوله اهي بميه اهي. ارجوكم. اصل انا عندي هسس يا جماعه من الحاجات دي، بحب اغسل حاجات بايدي بس مفيش وقت. ميه وخلوا كله. ايوه. السبانخ كده تمام.
والكينوا. الكينوا بنخليها تبرد، اهم حاجه تبرد. ايوه اوكي، وهنحطها. هي حلاوتها ان الكينوا تبقى كتير. هي لسه على سخنه. فكره هي سخنه بقى، ضحكوا علينا. ضحكوا علينا. مش مشكله، بس عادي على فكره، مش مشكله خالص. الجو برد. لا هو الجو برد يا جماعه، فهي هتتلج في ثانيه. هتتلج في ثانيه، عايزه اقول لك. بالظبط. السلطه دي حلوه للعين يعني. ايوه، يعني الواحد لازم لما ياكل الاكل لازم يشوف الاكل حلو قدامه. انت عندي حطيت الكنوا كده اهو. الكنوا كله هيتحط على بعضه. الكنوا بس الترتيب حلو برده، مهم. بس انا هلبس الجلوفز برده عشان ايه، الواحد برده القصه دي يعني ايه، دي سلطه. أيوة. ومش هتخش النار. ايوه، سبانخ البيبي. بالظبط. اوكي، بيبي سبينش في السوبر ماركت على فكره، كل السوبر ماركت تبقى. بالظبط. وعلى فكره الدريسنج بيخلي طعمها حلو جدا، هي ما فيهاش اي على فكره. لو اكلتها لوحدها مش هتبقى طعمها حلو، اول ما نحط عليها الدريسنج مش هتحس بطعمها. بالزبط. تماما. او هنحط زي ما قلنا جرجير. بالظبط، انا شخصيا من عشاق الجرجير. جرجير. اوكي، وهنحط المشروم. مشروم متقطع، وعايزه اقول لكم بقى تريك حلوه جدا، تقطيع المشروم والفراوله. عارفين القطعه بتاعت البيت؟ عارفاها؟ ايوه. تحطيه يعمل سلايس على طول كله. اوكي، كان لازم تقطعينها واحده. ما انا ما لقيتش بقى المره الجايه بقى. خلاص هنحط، احنا عايزين بس شكلها يبقى حلو كده، تتعاكس واحنا بنعملها. ارجوكي. وبعد كده كمان البنجر. ايوه، انا ايدي نظيفه لسه مسحاها بالوايبس، عشان لما باجي اطبخ لازم ابقى متاكده من نظافه ايدي. انا مش هحط بنجر، بس ايه ضيع جمال الالوان كده، هنحط من الجنب كده. ايوه، انا بحب البنجر جدا، والبنجر برضو فريش احسن ما يتسلق بكتير. اي حاجه فريش. يعني ايه فريش؟ يعني هو ني؟ ني يعني هو مبشور، هو متقشر ومبشور. يعني مش مسلوق؟ لا لا لا. Really؟ زي الجزر. بجد؟ زي الجزر. وطعمه حلو جدا على فكره. حلو. هنحط الفراوله. انا الطبق ده هاخده معايا. ده طبق ايه؟ والنبي ما تبصولي فيه. طبعا في ناس بقى تستغرب الفراوله، اوكي؟ يعني لا الفراوله يعني. لا التفاح. مع الدريسنج وكده، عشان احنا حاطين دريسنج فيه. ليمون ودبس رمان وزيت زيتون وكلام لا ده. لا، الميكس بتاع سويت اند ساور ده. اللي ما بيحبش يشيل الاكل. انا بحبه جدا. اللي ما بيحبش يشيل. تمام؟ الدريسنج زيت زيتون، وزي ما قلت توم، فصين توم، ودبس رمان، ونعناع ناشف. وليمون. انت حاطه دبس رمان دلوقتي؟ حاطه دبس رمان. لا هو تقريبا ضحكوا علينا برضو. ضحكوا علينا النهارده. اضحك عليا في حاجات كتير. بس والزبيب. ايوه، وعلى فكره دبس رمان برضو اوبشنال، يعني انا برضو دي طبعا مفيش حاجه اسمها اجباري. احنا لانه في مزازه كده. انا حطيت. أيوة. عسل معايا، علشان يعني لو دبس رمان ومعايا عسل او سكر علشان. بالظبط، يبدي نفس الطعم. بالزبط. تقريبا. بس احنا عاملين سلطه صحيه، فاحسن عسل. ايوه، تمام. بس وزبيب، وهنقلبها كلها. طبعا لما بنيجي نقدمها نحط الدريسنج في وقتها. الدريسنج اللي هو ده، الدريسنج اللي احنا حطيناه خلاص. لا ده بتاع حاجه اللي احنا حطيناه خلاص. اللي احنا حطيناه خلاص. اوكي، اللي هو زيت زيتون وليمون وفصين توم، والتوم برده اوبشنال، ودبس رمان اختياري، والنعناع الناشف اهم حاجه. احنا هنصور وبعد كده هروح بالطبق ده. بس شفت تتعاكس ولا ما تتعاكسش؟ تتعاكس جدا. عايزه اقول لك ده انا مستعده اتغدى واتعشى طبق زي ده. ولا دي وجبه كامله متكامله. الكينوا على فكره بروتين. بروتين طبعا. نباتي، فهي فيها فيتامين. والمشروم بروتين. بالظبط. برضو عندنا بدل اللحوم يا الناس البيجن. السبانخ برضو. السبانخ لا يعني السبانخ ورقيات، يعني فيها معانا الياف وحديد. يعني اللي عنده انيميا، انا كان عندي مشكله من فتره، السلطه دي هي اللي بجد اللي ربطت فيا الروح. دي حقيقه. تمام. هنيجي بقى نعمل بقى مشي خيالي انا، شوفوا الموضوع كده يعني. نبوظ بقى خلاص. عملنا صحي. اوكي، يلا نبوظ. مستعده؟ لا بوظي لوحدك، انا ماليش دعوه. لا هنعمل حاجه حلوه جدا، بما ان احنا في الشتاء عايزين حاجه سهله للولاد، سريعه، سبب بنبقى كريفنج حاجات. أيوة. حلوه ساعات. فمش كل الناس هتعجن، ومش كل الناس هتحب البيكنج كده. فهنعمل حاجه بالتوست. أوكي. الاساسي عندنا السينابون بيتعمل بايه؟ بالعجينه وبالقرفه. ايوه تمام. احنا اساسي عندنا ده التوست والقرفه في كل حته. هنا اقول لكم المقادير بقى سريعا. توست. ايوه، وهنا دي بول فيها زبده سايحه وسكر. ما تسمعيش. بلاش. وانا ممكن احط عسل بدل كان السكر؟ لا هيتحرق لما نحطه على النار. اوكي، احنا لسه هنحط على النار زبده. انا هعمل يعني انا مجهزه وهنعملها على طول. اوكي. زبده سايحه وعليها سكر. وعليها قرفه. ده اول بول. تاني بول بيضه وعليها لبن، لبن بسيط يعني لو بيضه. عليها ربع كوبايه لبن وقرفه. تمام. ممكن نحط فانيلا برضو. بس كده. والتوست هناخد. التوست هنقطع التوست كده. بصي، طب انت قبل ما تتعلمي يا ساره المطبخ، مش بعرف اعمل اي حاجه.
خالص. ما تفضحونيش. كنت متخيل كلنا ما كناش بنعرف. ولا اي حاجه، ولا بسلق بيضه حتى، ولا اعمل كوبايه شاي. انا كنت قاعده متدلعه قوي قوي قوي. ايوه. وكنت متخيله ايه اصعب حاجه في المطبخ مثلا؟ اصعب حاجه البيكنج. العجينه دي عامله زي البيبي. يعني انت رحتي فرنسا وركبتي؟ لا انا لا 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 انا درست اونلاين في فتره أونلاين. الكورونا قلت لازم اتسلى ولازم اعمل يعني لازم يعني انا كده كده كنت عايزه اروح الكوردون بلو هناك اتعلم. أيوة. بس ما فيش خلاص دلوقتي سفر. وتعلمتي بيعلموا اونلاين كويس طبيعي؟ اونلاين في مدرسه يعني طلعوا روحي يعني بجد. لا 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 الفرنسيين لا لا طلعوا يعني مش عايزه اقول لك كلمه روتين كلمه فرنساوي. ايوه روتين. ايوه ايوه لا بس بجد استفدت كتير جدا جدا. واهم حاجه الواحد عمل حاجه هو بيحبها. يعني انا اتعلمتها لنفسي يعني. تمام. طبعا يعني انا فود بلوجر كنت وحبيت ان انا اتخصص في الحاجه اللي انا بحبها. بنفرده بيننا الشابه لان بيبقى طري فممكن ياخد ويدي معانا. بالظبط. دلوقتي التوست ممكن نعمله سينابون يبقى صغير قوي ميني سينابون. ايوه بس احنا عايزين نحس ان احنا بناكل سينابون اللي هو برده الميني الاكبر شويه. مش هنعمل لو احنا عايزين نعمل كبير هنمسك بقى التوست كله نفرده. احنا هنا ده السكر بالزبده والايه. أيوة. والقرفه. ايوه هندهنه كده. انت عايزه النار في حاجه؟ احنا عايزين النار. انا كان لازم اولع النار من بدري يا ساره بجد والله. تصوري عشان تضحك علينا برضه تقوم معايا. احنا فردناها هنلفها زي السويس رول كده. لا زي السويس رول بالظبط. ايوه اهو. هل بنحط في الطاسه حاجه؟ هنحط حته زبده دي. ايوه اوكي كلها كده يعني هي يلا. عشان احنا هنعمل كذا واحده. ايوه اوكي. احنا لما بنلفها في بلاستيك راب زي كده. أيوة. ونحطها في التلاجة شوية وممكن نعملها من بالليل. وممكن في وقتها عايزة برضو لو واحدة بس ممكن نعملها في وقتها. اوكي فهي كده هنلفها ونحطها في بلاستيك راب دي اللي جاهزة عشان تمسك نفسها عشان شوية. تمسك عشان أوكي. ما تفكش منها لو هي الوقت كده بيجري مننا يا سارة. طيب يلا. ايوة دي بقى اللي هنعملها على طول. والله فكرة سهلة جدا العيال ده. دي بقى يعني سهلة جدا ما فيش أي حاجة. العيال كنت كل ما أروح السوبر ماركت يا أختي يجوا معايا سينابون أروح أقع المبلغ وقدره. أيوه أنا كنت عرفت الحكاية دي من زمان كنت ضحكت عليهم. على فكرة طعمها زيه بالظبط بالظبط مش هيفرق أي حاجة. أيوه بصي دي بقى كبيرة كده بتتقطع بتبقى حلوة قوي. أيوه خلاص الطاسة سخنة يا سارة طبعا عاملة لنا واحدة ديمو. بالظبط عشان إيه. أيوه ننجز كده. حطيها هي سخنت. طيب. خلاص هي سوري لا احنا هنسينا خطوه معلش انا صربت معلش. هنجيب شوكه بس. ايوه وده بيض بالقرفه واللبن زي فكره الفرنش توست. ايوه اوكي هنقلبها وهنحطها. ايوه معلش نقلبها اكتر من كده شويه ماشي عشان احنا بس مستعجلين معلش. مستعجلين يا جماعه معلش المخرج علينا فاضل دقيقتين. اتفضلي هنحطها. اوكي أيوة. بصي معلش احنا ايه بايدينا برده بس هي هتخش النار وايه واكيد احنا في البيت بنعمل الحاجات دي بتقعده برده بتقعده كده بنحطها بس يا دوبك. اوكي اوكي وتنزل كده هنا. بعد كده تاخد لون بس الشوكه اهي. تمام تاخد لون من كل ناحيه زي الفرنش توست. ايوه تمام. انت مجهزه عاملاه مع لا هي لا ما ينفعش هي لازم في وقتها. هي مش هتاخد وقت خالص هي حالا. تمام. بعد ما تطلع بنحط عليها صوص كراميل. صوص اللي احنا عايزينه بقى. احنا عايزينه بقى بيكان بقى عين جمل مش عايزين اي حاجه خالص. وبعد ما تطلع نقطعها. بالظبط نحط الثانيه دي كده يلا بالمره بقى عشان لا ما عملناش ال 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 الخطوه دي بقى. دي لا خلاص دي عشان احنا يعني مش مشكله هتقول معانا هتقول. طيب يلا اهو مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. حلو صح؟ اهو الواحد لما بيعمل حاجه فعلا في البيت اي لقمه في البيت عموما احلى طبعا من بره. دي بس اللي هي عايزين طبق علشان ايه نشوف. دي هنطلعها دي هنخليها بس ثواني بس ايه كده ده لازم ادوق. الله خلاص. ايوه طلعها بس اخد ال عايزه الطبق. اتفضلي الطبق عشان انت طلعها دي كده استوت خلاص. خلاص هي ما بتاخدش وقت خالص. هي عايزه بس الجنبين التانيين يتحمروا خلاص بس هي خلاص يعني. ايوه اوكي. المره الجايه تبقي تجيبي حاجات معاكي جاهزه. لا المره الجايه ايوه نجيب حاجات كتيره جاهزه. أيوة. وناكل بس بالظبط كده. اهو انا هدوق واقول لكم الموقف. بص هي بتتقطع زي السويس رول كده. طبعا ما انا اخدت واحده. انا عايزه اشوف شكلها. بصوا ايوه بصوا شكلها عامله ازاي. تبقى كده تبقى زي ال شغاله.
هي بس محتاجه يعني ايه تاخد لون بس شويه. لا والله لطيفه جدا. يا سلام يا ساره يا اختي، شفتي يعني بجد حاجه ايشي خيال، وحاجه سهله جدا، سهله جدا. ممكن نحشي حاجات تانية، ممكن الشوكولا سبريد وموز ونلف، ممكن سوسيس هوت دوج ونلف يعني. ممكن احط جبنه سلايس وسوسيس برضه هتبقى حلوه قوي. اختراعات كتير يعني، ساليه وسكري يعني. نخلي ولادنا ينبسطوا بالظبط وياكلوا اكل صحي. ساره نورتينا بجد، منوره والله بجد. اكل لطيف وسريع وجميل، واكلات نعمل بقى حاجات حلوه بقى، نعمل حاجات كبيره شويه المره الجايه. بس دي جايب عامل حاجات في البيت ان شاء الله عشان نصورها تبقى لطيفه. انتوا تكبروا الوقت كمان اكتر عشان اجي بقى هنا. لا ان شاء الله الوقت هيبقى جميل وحلو. شرفتيني يا حبيبه قلبي. للاسف فقره المطبخ خلصت، ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. استنونا. رغم اننا في فصل الشتاء، بس حلاوه شمسنا ملهاش علاقه بشتاء او صيف. الحمد لله ربنا مدينا شمس ودفى طول السنه. لكن زي ما الشمس ليها فوائد كتير، كمان ليها اضرار، ومن اضرارها تصبغ البشره. يعني ايه تصبغ البشره، وازاي نعالجه مع بينكي كريم التفتيح والترطيب والتغذيه لبشره زي النجوم؟ ده اللي هنعرفه من ضيفتنا دكتوره دينا ابو السعود. مساء الفل. مساء الخير عليك يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كله تمام. يعني ايه تصبغ البشره؟ يعني نسبه الميلانين في البشره بتزيد جدا. طبعا وانس ان نسبه الميلانين بتزيد بيحصل بقع، هو ده تصبغ البشره. وزي ما قلت يا منال في المقدمه، احنا عندنا مشكله اشعه الشمس الضاره مش بس في الصيف، طول الوقت. يعني يمكن ناس كتير تقول لك لا انا مش هحط سان بلوك في الشتاء لان الشمس مش حارقه. لا، السان بلوك لازم كمان في الشتاء. تصبغات البشره بيجي تحتيها حاجات كتيره جدا، منها نمش، منها اثار حب شباب، منها هالات سوداء، منها بقع ناتجه عن الشمس، واحيانا الوش بيبقع من ادويه زي كونتراسبتيفز اللي هي موانع الحمل، واحيانا تقدم في السن بيبقع البشره، لان وانس ان احنا تقدمنا في السن وشنا طبيعي انه بيتاكسد وبيطلع خلايا حره. ازاي نقدر نعالج البقع؟ ازاي نقدر نتفادى انها تطلع اصلا؟ ان احنا نستخدم كريم مهم قوي، كريم هيعمل طفره كبيره جدا جدا في عالم التجميل، لانه الحقيقه انا شخصيا جربته وعجبني قوي 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 كريم اسمه بينكي. يا منال، البينكي ده بقى دور الكريم بينكي في مواجهة التصبغ بيعمل ايه؟ بينكي كل مكوناته طبيعية، وكذا مكون فيه بيشتغل على الميلانين. يعني انا زي ما انا قلت في اول الحلقة ان الميلانين لما بيزيد بيحصل تصبغات. طب ازاي اقدر اواجه المشكلة دي؟ ان انا استخدم كريم بينكي كله مستخلص عرق السوس. مستخلص عرق السوس ده the source of brightness او منبع التفتيح. عندي مستخلص التوت البري بيفتح جدا. عندي الشاي الاخضر، كلنا عارفين الشاي الاخضر انتي اوكسيدنتس، وبلس ان الشاي الاخضر كمان بيفتح ومناسب جدا للبشره الدهنيه. عندي ماده الساليسين، دي من اهم المواد داخل كريم بينكي، لان ماده الساليسين هي الماده اللي بتقشر بشرتي بلطف. بينكي بيساعد في الكلف جدا، كلف الحمل مثلا. ايوه بيساعد جدا. وطبعا لازم اقول ان كريم مرخص من وزاره الصحه المصريه، فاي ست حامل هتستخدمه من غير اي سايد افكتس وما تقلقش خالص، لانه كمان ما فيهوش مواد حافظه ولا فيه عطور تقدر تلهب لها بشرتها. طيب نجيبه ازاي؟ طريقه حصول كريم بينكي سهله جدا. عندنا رقم ظهر على الشاشه، الكول سنتر موجود لخدمه جميع العملاء 24 ساعه، بلس ان احنا موجودين في بعض الصيدليات في جمهوريه مصر العربيه، اي محافظه على فكره، مش بس القاهره، احنا عندنا عملاء في جميع محافظات مصر، الاقصر واسوان وغردقه، في كل حته دلوقتي بيطلب كريم بينكي، فطريقه حصول عليه سهله قوي يا منال. طب ده شيء عظيم جدا. يعني بينكي بيساعدنا في ازاله التصبغات وفي نضاره البشره وفي علامات تقدم السن، انا بقول صح؟ زي الفل. زي الحقيقه فقرتنا خلصت حبيبتي. شكرا دكتوره دينا ابو السعود، ونتقابل بعد الفاصل. النهارده فقرتنا هتكون مميزه جدا، هنشوف فيها نماذج كتير خست وقدرت توصل لحلمها وهدفها في نفس الوقت.
ناس كانت السمنه عندهم مرضيه وقدرت تتغلب عليها وتوصل للجسم المثالي. وطبعا معانا نهال حافظ اخصائيه التغذيه العلاجيه وحاصله على ماجستير التغذيه العلاجيه وصاحبه مبادره اطفال بلا سمنه ومبادره صحتك ورشاقتك امان لاسرتك. واللي عملت مبادره اسمها فورما. فورمة 2021. قبل ما نتعرف على مبادرة فورمة 2021 عايز اسألك سؤال بيمكن بيتردد كتير في ذهن ناس كتير جدا، وهو ان السمنة يا ترى بتكون وراثية ولا مكتسبة؟ تمام، هو السؤال ده يمكن السمنة وراثية ولا مكتسبة ده من اخطر الاسئلة اللي بتيجي، وناس كتير قوي بيجي في ذهنها ان السمنة زي ما في واحد رفيع زي ما في واحد طويل وواحد قصير فالسمنة برضو وراثية، اللي هو واحد تخين واحد رفيع. الكلام ده لحد دلوقتي ما اثبتش علميا. يعني ايه ما اثبتش علميا؟ يعني هي مش ظاهرة طبيعية زي الطول وزي الأسرة، دي حاجة بتبقى مكتسبة، يعني حاجة بتيجي من الأكل الغير صحي من وإحنا كده عندنا سنة، ويعني من وإحنا لسه بنرضع بتجيلنا بقى على حسب ما الأم بتغذي ابنها على حسب نوعيات الأكل بيبدأ عندنا يتكون الخلايا الدهنية. فإذا السمنة وراثية والمكتسبة هي دي مش ظاهرة، ده مرض خطير جدا. لو قعدنا نتكلم من هنا السمنة ساعات بتكون يعني فهرس لكتاب أمراض بطنة وضغط وسكر وكوليسترول وخشونة مفصل. فالسمنة مش ظاهرة للأسف، ده مرض خطير جدا ولازم نتعالج منه. ما حدش يجي يقول لي أنا مش قادر أبطل أكل، ما حدش يجي يقول لي طب أنا الدواء آمن ولا مش آمن. السمنة أخطر من أي منتج انت هتاخده او من اي مهما كان المنتج ليه اثار جانبيه او ليه سايد افكت، عمره ما هيكون بخطوره السمنه وامراضها. بس يفضل اخد منتج ابقى متاكد انه امن 100%. طبعا طبيعي 100%، طبعا يكون طبيعي 100%، ومهما كان ثمنه انا لازم اخد الخطوه دي بسرعه جدا لان بعد كده الصحه ما بترجعش تاني. بالظبط، مش بس ما بترجعش تاني، انا عشان اعالج المشاكل الصحيه هصرف اكتر بكتير من اني اخد منتج يوديني لرشاقتي ويبقى امن. وكمان في حاجه تانية، يعني احنا دايما مثلا بقول لحد طب انت ليه مش قادر تمشي على مثلا النظام. كل الناس عموما يعني 95% مننا مشكلته بتبقى شهيه اكل، يعني بتبقى انا عندي شهيه الاكل بحب اكل وخصوصا الحاجات اللي بتتخن. يعني احنا ثقافتنا مش ان احنا ناكل اكل صحي، احنا دايما ثقافتنا في المقلي وفي السمنه البلدي وفي المحاشي، ما عندناش ثقافه ان احنا ناكل اكل هيلسي، ما عندناش ثقافه ان احنا بناكل في اوقات معينه. دايما تعالي نتفق اتفاق ان الاكل الغير صحي ألذ. طبعا نعمل ايه؟ ازاي نخلي الاكل ده متعة. الصحي ألذ. على فكره والاكل ده متعه، بس انا بقول ان احنا ما تجيش حد يقول لي اصل ما باكلش كتير بس انا 150 كيلو، انا ما باكلش كتير بس 120 كيلو، اصل انا مشكلتي مش في الاكل انا مشكلتي في الحرق. يمكن دي مشكله بقت اقابلها كتير ان كل الناس حاطه في دماغها ان ما بتحرقش، من كتر ما انا بصدق الكذبه اللي انا بحطها في دماغي ان انا مشكلتي مش ان انا باكل، انا مشكلتي ان انا ما بحرقش. لو حرقت كويس فانا هبقى اصل انا بشم الاكل بتخن. لا يا جماعه، هو انا عشان يبقى عندي مشاكل في الحرق يبقى انا لازم يبقى عندي نقص في فيتامين د، عندي مشكله في الغده الدرقيه، عندي مشكله انيميا، انما انا ما عنديش او ما رحتش حللت او انا بفترض ان انا عشان ما بخسش بمعدلات 8 و10 كيلو فانا عندي مشكله في الحرق. لا طبعا، انت الاساسي عندك مشكله في الاكل، لازم تعرف ان انا عندي مشكله في الشهيه. ممكن تبقى مثلا باخد كم معلقه سكر، باخد سكر كتير في اليوم، ممكن يبقى النشويات، يعني انا واحده من الناس اللي بيتخني النشويات، في حد تاني ممكن تبقى السكريات. انا العيش اللي بيتخن، مش العيش، الخميره بيره اللي في العيش اللي بيتخن. فكل واحد بيبقى ليه حاجات او طبيعه جسم على اساسها بيتخن، مش لازم يكون كلنا بندخن من النشويات، بس طبيعي ان كلنا بندخن مثلا من السكر، كلنا بندخن من المشروبات الغازيه، كلنا بندخن من الاكل المقلي، في حاجات اساسيه التخن منها. ممكن انا اكون بدخن من الفاكهه على فكره. نوعيه الاكل ولا طريقه الطبيخ بتاعت الاكل زي المقلي وال وال والزيوت طريقه الطبيخ؟ لان في حاجات يعني مثلا السبانخ مفيده، بس احنا بقى بنعمل السبانخ ازاي؟ هي دي الفكره. الكوسه حلوه جدا انا اكلها، بس انا بعمل الكوسه ازاي؟ ما احنا بحط كيلو سمن عليه. في كمان الكوسه بالذات بصراحه مش عارفه انتم موافقيني ولا لا، لازم يا تبقى معموله بسمنه لطيف او بشاميل متغرق كده علشان ما تتبلع. والله اقول لك على حاجه، انا بحب الخضار السوتيه جدا،
يعني كل واحد بيبقى على حسب ما تعود. انا بحب الخضار وبحب البروكلي جدا، بس في نفس الوقت بحب النشويات برضه، لو ما اكلتش نشويات في اليوم اكتئب، احس باكتئاب. انا كده. الو، معانا كارولين. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك يا كارولين. عندك كام سنه بسرعه؟ قولي، اعترفي. 32. لسه صغنونه. ووزنك كان قد ايه قبل ما تبتدي الاناسيليوم؟ كنت 85. وزنك؟ كنت 85، بس كان اللي بيشوفني يديني اكتر. وطولك قد ايه؟ 162. لا كتير. طب ابتديتي 85، نزلتي لقد ايه دلوقتي؟ حاليا دلوقتي انا 68، بس انا كنت موقفه 4 شهور. ورجعت تاني، شفت دكتور نهال عامله المبادره بتاعتها فورمه 2021. ايوه، ورجعت اكمل معاهم تاني. بصراحه انا اتشجعت جدا. عظيم. بس لما نزلتي ال 68 فضلتي ثابته عليها شويه؟ لا، يعني فرق معايا اكتر في المقاسات وشكل لبسي وجسمي، ده كان حاجه حلوه جدا. طبعا، بس اعتقد انت محتاجه تنزلي اكتر من 68 يا كارولين. ما انا رجعت تاني مع الدكتور وهرجع تاني وابدا ان شاء الله. ان شاء الله انا ابدا كمان معاكم فورمه 2021. التارجت بتاعك ايه يا كوكي؟ توصلي لكام؟ 55. 55 ارجوكي. برافو برافو. انا طبعا لو شفت حاله متودني مش هجيب ال 55 دي. لا ان شاء الله هوصل. ربنا معاكي، دي لسه صغنونه يا قلبي. ان شاء الله هوصل. اكتر مشاكل كانت بتواجهك ايه؟ القولون. ده قبل الاناسيليا؟ كان عندي قولون. طبعا قبل الاناسيليا، ان انا كمان خدت كورتيزون واتنفخت، وكمان عندي قولون كان بيتعبني جدا، بس بصراحه مع الاناسيليا مريحني. طب عظيم. والامساك كان عندي امساك رهيب. طب انت جربتي الاناسيليوم، ليه ما استمرتيش وجاهدتي مع نفسك كده لحد ما توصلي للوزن اللي انت عايزاه من غير ما تقفي الضعف؟ يعني هو شويه كسل كده 4 شهور، بس بصراحه رجعت تاني. يعني اكسل اكسل اسبوع يا كارولين، مش 4 شهور. لا بس دكتور نهار شجعتني، وانا بصراحه معاها وهكمل باذن ربنا. ان شاء الله يا كارولين، شرفتينا حبيبتي. يا رب. ميرسي. شكرا. تسلميني. الضعف، الكسل، احنا بنوصل لمرحله، عشان انا ده مش نظام اكلي. فانت بتوصلي لمرحله ان انت بعد فتره في زهق، في ملل. لو انت مش واخده الموضوع ان من جواكي مش حد اللي قايل لك مثلا خسي، مش جوزك، مش ناس في الشغل، هتحسي ان انت في النص هنكتي. بس عايزه اقول لك النظام ده ما يتعبش، لانه انا ما بتحرمش من حاجه. فكرة الأناسيليوم إن بتنزل معدتي بالبلدي كده، بينفش في المعدة، ما بيمنعنيش أكل الشيء الفلاني. ده حقيقي. أنا بس بيقلل الكمية. ده بالنسبة لك أنت بس. بالنسبة لكوكي ما شاء الله كانت، يعني هي 85 بس اللي يشوفها يقول 95 يا حبيبتي. ما شاء الله. لا، دهون يعني في الجسم كله، تنيات ظهر، حتى في وشها باين عليه الخساسين، لان وشها من هنا كانت مليان. فاما انا طول الوقت بيبقى عندي ان انا بحب الاكل قوي والمقليات. انت بتمشي على نظام غذائي بتبقي مبسوطه انك بتخسي وعندك، بس برضو احساسك ان مفيش محشي ومفيش رز ومفيش مكرونه، وخصوصا في حالتها عشان هي كانت جسمها مليان دهون عنيدة بقالها سنين. انما هي دلوقتي بقى لما رجعت، لما بقت 68، او حتى الناس اللي عندهم 70 او 75، من بداية ال 75 بنبدأ نحط بقى شوية نشويات. انتوا خدتوا بالكم من الحوار لما قلت لها، ما بتقول لي كوكي الدكتوره بتدلع الليتيشن بتاع العيانين؟ انا عايزه الدكتوره زي دي يا جماعه. انا دايما بحب ادلعهم عشان ما يزهقوش بسرعه. طبعا. ويمكن الفتره دي احنا كلنا قاعدين في البيت كتير، وبالذات في الشتاء بنجوع بسرعه جدا ومحتاجين نتدفى. فلازم يبقى بيننا وبين بعض، بين البيشنت وبين الدكتوره، علاقه عشان يقدر يخليه ما يزهقش. عشان يقدر يخليه ما يزهقش. انا طبعا طبيعي ان انا ساعات بضعف، وطبيعي ساعات بشوف الاكل. الاناسيليوم هيخليكي مش قادره تاكلي، بس ساعات ممكن طب بلاش اخده النهارده عشان اكل براحتي. انت معزومه حلوه، فما فيش داعي اتبسط النهارده. اصل انا مسافره، ففي اوبن بوفيه، فاحنا طبعا يعني احنا بنحب في الاوبن بوفيه، ما ينفعش اخد طبق، لازم اجيب البوفيه كله وانا قاعده. والله انا فخوره بنفسي، لان انا ارادتي قويه جدا في الاوبن بوفيه ده جدا يعني. الو، معانا بسنت. الو الو الو. ايوه، مساء الخير. مساء النور يا استاذه منال. اهلا بيك يا بسنت. اهلا بحضرتك. عندك كام سنه يا بسنت؟
انا عندي 26. طب ده انت بنوته صغنونه خالص اهو ما شاء الله. ووزنك قد ايه وطولك قد ايه يا بسنت؟ انا وزني حاليا 70 او 69 وطولي 163. طب ده حلو قوي. انما قبل ما توصلي الوزن ده وانت بتبتدي الاناسيليم كنت كام؟ كنت 83 تقريبا. اه ونزلتيهم في قد ايه شويه الحلوين دول؟ شهر ونص ما شاء الله. لسه مكمله مع الدكتور. 69 نقول 70 83 يعني زدت 14 كيلو تقريبا. اه تقريبا. وفي شهر ونص. ما شاء الله مع انها حجمها مش كبير يعني لده. بس لا هو انا كان عندي مشكله ان الحرق عندي ضعيف وكمان نومي مش منتظم عشان عندي طفل وكده. وعندي مشكله في يعني عندي مشكله صحيه في ركبتي فمنعني اعمل رياضه خالص فحركتي فالحرق ضعيف جدا بصراحه. وزني اختلف تماما والمقاسات اختلفت وكله لاحظ الحمد لله يعني. انا اشك انا حرق ضعيف ما شاء الله. انت نزلتي 14 كيلو في شهر ونص وده شيء عظيم يعني. هو شهر وثلاث اسابيع تقريبا. ده حلو ده وشهرين ده كويس قوي. حتى لو الحمد. والمتابعه عامله معاكي ايه؟ لا تمام والله. حتى يعني دكتور نهال بنفس يعني بيتابعوا معانا اول باول يعني. بتصحيهم من النوم برضو عشان يردوا عليكي؟ لا والله الحمد لله يعني دايما هم بيتابعوا معانا ويقولوا لي يعني الاخبار في حاجه حاسه بحاجة تمام فالحمد لله يعني مكمله. كملي يا بسنت ان شاء الله. كملي وانزلي اقل من الوزن اللي انت عايزاه ب 3 4 كيلو. ان شاء الله. والعبي بقى في ال 3 4 كيلو دول. صح. ايه اخبار المتابعه مع دكتور مارينا؟ دكتور ايه؟ مارينا. ايه الاخبار مع دكتور مارينا ولا؟ مارينا لا هي بصراحة يعني بقول لحضرتك هي دايما حتى لو في سؤال عندي او استفسار بتجاوبني بسرعة يعني. طب عظيم. الحمد لله. ميرسي يا بسنت. شكرا حبيبتي. شكرا لحضرتك. شكرا. طب دكتور نيهال عايزين نعرف انا مثلا عايز اعرف ايه الوزن المثالي بتاعي اعرفه ازاي يعني إيه اروح الوزن المثالي ازاي ايه الطريقة؟ تمام. في كذا طريقة بس أنا هقول لكم أسهل طريقة ممكن نعرف بيها الوزن المثالي. المفروض أنا دلوقتي مثلا وزني مثلا 65 وطولي 165 فبقسم ال 65 على 1.6 في 1.6 احسبوا لنا والنبي الحسبة دي في كنترول وقولوها لي. تمام. يبقى الوزن على الطول. الوزن على الطول. بس الطول اللي هو 65 وزني على 1.6 ماليش دعوه بالخمسه الثانيه. يعني انا مثلا 100 مثلا طولي 180 يبقى 1.8. انا طولي مثلا 170 يبقى 1.7. انا طولي مثلا 168 يبقى 1.6 ماليش دعوه بالرقم الثاني. فهعمل مثلا 65 على 1.6 في 1.6 هيطلع رقم ممكن يطلع 24 ممكن يطلع 25 ممكن يطلع 26. الرقم ده لو لحد 30 يبقى انا تمام. من اول 30 اخلي بالي عشان انا داخله على السمنه. على السمنه. 35 انا عندي سمنه. انا دلوقتي مريضه سمنه. 40 بقى و45 انت لا عندك لا سمنه قاتله. سمنه قاتله ولازم نعالجها بسرعه. السمنه مرض ومش ما حدش يزعل ان هو مرض. احنا نزعل لو احنا ما لحقناش نفسنا بالزبط. وخدنا الخطوه ان انا لازم اخس. بخس بقى عشان ما عشان السمنه بابا الامراض كتير. بخس عشان نفسي عشان صحتي عشان نفسي عشان حتى ثقتي بنفسي. دايما المريض السمنه حتى لو قدام الناس مبين ان هو قوي بينه وبين نفسه بيبقى متضايق بيبقى حاسس ان هو ايه ده هو الاكل ازاي متحكم فيا كده. ايوه. ممكن يبقى في تنمر من اهلي من جوزي من صحابي في المدرسه او في الشغل. بيبقى في غيره مثلا صاحبتي لابسه لبس انا مش عارفه البسه. كل ده بيبقى انا جوايا بيبقى جوايا محطم. اول ما بتبتدي نخس بتحسي بالثقه بالنفس كده رجعت لينا تاني. طب الرياضه بتنزل الوزن ولا بتساعد بس؟ اقول لك بقى الحقيقه اللي هم الناس المرة. ان الرياضه اصلا مش بتنزل الوزن خالص. يعني لو انا رايحه العب رياضه عشان ينزل وزني انت مش هينزل وزن خالص. هو الاساسي الاكل. طبعا. تنظيم اكل. طيب لو انا الرياضه مش مهمه امال ليه انتوا بتقعدوا تقولوا لو تقدري تلعبي رياضه ارقصي في البيت او اعملي حركه في البيت او اتمشي او روحي الجيم لو تقدري طالما هي مش مهمه. هي مش مهمه يعني انا لو بروح الجيم او بلعب رياضه من غير ما انظم اكلي مش هخس هتخن.
الرياضة مهمة عشان تزود معدل الاحتراق، معدل الحرق بتاعي بيزيد. الرياضة مهمة بس كده معناها انها بتساعد على النزول برضه مع الدايت، مع تظبيط الاكل طبعا. مع الدايت يعني لو بعملها من غير دايت مش هتنزلني في الوزن، انما بالدايت هتعمل لي شكل للجسم، هتساعد ان الحرق بتاعي يبقى اعلى، انما مش لوحديها. يعني لو انا مثلا باكل نشويات وبروح الجيم مش هخس، لو انا بشرب مياه غازيه وبروح الجيم مش هخس، لو انا باخد سكريات وبروح الجيم مش هخس، انما هخس امتى؟ لما اكون مظبطه اكل. يبقى انا لازم ابدا الاكل رقم واحد في اي حاجه طبعا، في الخساسين الاكل الاكل الاكل، انا اقفل بقي هبدا اخس، انما رياضه انا مش هقفله قوي، انا هواربه سنه يعني، مع الاناسيليوم مش هقفله قوي، اطمنوا. انما الرياضه في حد، ثانيه واحده، في مداخله دخلت معانا. الو 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 ايوه دخلتي فجاه، فتحتي الباب. مساء الخير، ازيك؟ مين معايا؟ يا حبيبتي انا سوما. اهلا يا سوما، ازيك يا قلبي؟ عامله ايه الاخبار؟ عامله ايه يا سوما؟ الحمد لله يا حبيبتي. الخسسان عامل معاكي ايه يا حبيبتي؟ الخسسان الحمد لله 100 100. سوما انت عندك كام سنه؟ دكتوره نهال عسل حبيبتي. عندك كام سنه يا سوما؟ عندك كام سنه؟ 48. 48. وقبل ما تبتدي في الاناسيليوم كان وزنك كام؟ كان وزني 119. 119 ايوه. وطولك؟ مع وطولي 172. نزلتي قد ايه بقى؟ انا دلوقتي 74. طب الحمد لله. نزلتي تنزلتيهم في قد ايه؟ في شهرين ونص. شهرين ونص 140. مش بطلين، ده حلوه جدا. 45 كيلو صح؟ ايوه. الصورة هي على الشاشة. ستة ان شاء الله يا مامتي. لسه 6 كيلو وهتيجي حلقه، هي قايله لنا اول ما ننزل 6 كيلو هاجي حلقه معاك. لا انت تنزلي 10 وتيجي يا سوما. لسه 10 كمان؟ امال ايه؟ اطمعي. ايوه يعني. المهم يا قلبي بتاكلي كويس؟ لا انا بصراحه من ساعه ما خدت الكورس بتاع الانسيليوم ده وانا مش قادره اكل. خلاص بقى الاكل ده خلاص. بس مش محرومه. لا مش محرومة ومش نفسي في أي حاجة. مفيش عصبية، مفيش حرمان، لا لا لا. يعني بصراحة ده كأن تكميم معدة. كأنه تكميم. جميل جدا. أيوه أيوه. وبعدين كمان اللي مشجعني يعني دكتورة نهال ودكتورة مارينا، مارينا ماري، بصراحة اسمها معايا، هي مشجعتني. وأي وقت أتصل يردوا عليا على طول. ما شاء الله. يعني هم مشجعيني كأن هم موجودين معايا في البيت. والله والله انا مشفقه عليهم جدا. تخيلي يعني اسامه كمان من بورسعيد، بقول لك هاجي لك من بورسعيد. ايوه من بورسعيد. ايوه طبعا لازم اجي اعمل معاكم حلقه. فعلا. وتجيبي لي معاكي اكله سمك معتبره. عينيا ليك، خلي بالك انت السبب في اللي انا فيه برضه يا حبيبتي. السمك بتاع حضرتك دوت. طب الحمد لله. بصي وفي كنافه كده مش عارف اقول اسم المحل، بس محل مشهور قوي عندكم. عينيا ليك، بيعمل كنافه بالجبنه. يا حبيبتي عينيا، كنافه النابلسيه الحمراء دي عارفاها؟ عارفاها. انت خسي وانا هتخن، ما عنديش مشكله. خلاص يا قلبي وانا جاي اجيبها لك. حبيبتي تسلمي لي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. ماشي يا قلبي، شكرا، ميرسي جدا. العفو يا قلبي. ايه بقى تعلقنا على الحلقه ايه؟ سوما اصلا ما لهاش غير صوره واحده وهي مليانه. تمام، لان طبعا واحنا مليانين ما بنحبش نتصور. بس مظبوط، لازم الوش بس. بس ساعات كده غصب عننا فرح. ما هي بتقولي انا متصوره صوره وانا في العربيه ما شاء الله، وهي في العربيه دراعها ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، مش عاوز احسد يعني. يعني دراعها مليان قوي. فهي لما بدات معانا نزلت لحد 74 ما بقتش مصدقه نفسها، وبقى يعني كانت الاول بتقول عاوزه اخس 10 كيلو 20 كيلو. دلوقتي لا، دلوقتي بتقول عاوزه اوصل لل 67 و66 عشان يبقى جسمي مظبوط قوي. طيب اللي زي سوما يتواصل معاكوا ازاي؟ اللي زي سوما واللي عاوز يكمل معانا في مبادره فورمه 2021 يتواصل معانا من خلال صفحه نهال حافظ، او من خلال صفحه اون تارجت، او لو عندك انستجرام ممكن على اون تارجت فارما، او من خلال الارقام اللي بتظهر على الشاشه. المرة الجاية هنتكلم عن فورمة 2021 علشان الوقت خلص. ما شكرا دكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية وحاصلة على ماجستير التغذية العلاجية، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة ومبادرة صحتك ورشاقتك أمان لأسرتك، واللي عملت مبادرة 2021. بكده تكون خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقات جديدة من حلو الكلام مع منال.